وينضم إلينا عبر الهاتف مساعد المدير العام لمطار مصراتة الحسين محمد بلاعو. سيد الحسين، أهلا بك معنا في نشرة الثالثة. كيف جاء هذا القرار، وهل هناك تواصل مع مركز مكافحة الأمراض بالخصوص والتنسيق معه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول لا إعادة بناء عليه قرار الرئيس السياسي اللي علق كبه على صورة الطاقة. سيد حسن، لو تكون في مكان فيه تغطية، نحن لا نستمع إليك بشكل جيد والصوت يصلنا متقطع. ألو، السلام عليكم. نحن نسمعك الآن، إذا كنت في مكان لا يوجد به تغطية أرجو منك أن تتواجد في مكان يكون فيه تغطية جيدة. ألو، هل تسمعني؟ نسمعك، تفضل. تكلمنا بخصوص جائحة كورونا، طبعا تم الإيقاف من السيد رئيس مجلس الرئاسي نتيجة لجائحة كورونا في الميناء الميزانية. ثم بعد ذلك انطلق التشغيل من جهة بناء على قرار السيد رئيس مجلس الرئاسي فقط. بعد ذلك قامت مجموعة من الجهات الاختصاص عندهم علاقة مباشرة بموضوع جائحة كورونا هذا، اجتمعوا وقرروا هذا التشغيل بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس وأنشأوا دليل كبير خاص بالجائحة. هو اللي انطلقنا على أساسه وبدينا في التشغيل من جديد. هذا الدليل يشتمل على مجموعة من النقاط التواوية والإرشادية من حيث التباعد ولبس الكمامات، مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لتلافي خطر وقوع جائحة كورونا مرض كورونا للأشخاص. أو تقليص من وقوعه على الأقل. سيد الحسين، هل بدأت الرحلات فعليا؟ يعني هل بدأت، يعني انطلقت أول رحلة؟ نعم، اليوم صباحا انطلقت أول رحلات خاصة برحلة بشركة طبية، وتم تنسيق البروتوكول الخاص بدليل التشغيل، ونجحنا في تشغيل الرحلة الحمد وفق المواصفات المعايير الموجودة عليها في الدليل. نعم. طيب، ما هي الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها إدارة المطار للمحافظة على سلامة المواطنين، وخصوصا أن الجائحة انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل يعني كارثي، نستطيع أن نقول أنه كارثي في ليبيا؟ أولا، العبء لا يقع فقط على إدارة مطار مصراتة وهي إدارة مطار، هناك مجموعة من الجهات هم اللي لازم يكونوا في الواجهة وينصوا على مجموعة من القوانين والتشريعات بحيث أن نتلقوا وقوعها ونحدوا من انتشار هذا المرض. فاللي يقع على إدارة المطار هي تنفيذ هذه الإجراءات داخل المطار. وبالفعل بالنسبة للرحلة الأولى نجحنا في أن احنا نحافظوا على البروتوكول اللي منصوص عليه في دليل التشغيل. طيب، هل سيكون هذا القرار الخطوة الأولى سيد الحسين لإعادة الرحلات بشكل تدريجي كما حدث في كثير من دول العالم؟ يعني هل سنشهد في المدة القادمة يعني بدء لرحلات الطيران للشركات الأخرى الليبية والبراق وغيرها من الشركات؟ هو بالنسبة للقرار بالتأكيد كل الشركات يشملها هذا القرار على التسجيل بالنسبة للذاهبين مغادرين فقط. نعم، ليس خاص بشركة واحدة. طيب سيد الحسين، شكرا جزيلا لك، مساعد مدير مطار مصراتة، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك شكرا جزيلا.